ما يسلمك يا سيدي. امال فين اخوك؟ انا مليت بسكوت عشان خالك. طب خد عندي في النيش. هلا يا سيد. نعم يا بابا. خد 50 جنيه وهات لي كارت شحن من المحفظة. حاضر. ايه ده؟ مفيش فلوس في المحفظة. راح اقول لبابا. بابا ملقتش فلوس في المحفظة. ايه؟ مفيش فلوس؟ انا مديك المحفظة دي تشيلها في النيش فيها فلوس. اخوك فين؟ انا سامع ادم بيقول لماما على الفلوس وهي قالت له معيش. معقولة يكون الواد مد ايده على فلوس؟ دي اخرتها يمد ايده على فلوس ابوه لما يجيني. انت كنت فين؟ كنت في النادي. اه يبقى انت بقى اللي خدت الفلوس من المحفظه صح؟ ماما ما خدتش حاجه. خدتش حاجه؟